مرحبا طلاب الأعزاء، طلاب صف سابع، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. استمع إلى قراءة المعلم ثم قم بقراءة الفقرة مرة ثانية وارفعها لمعلمك على موقع فينيكس. مرحبا أصدقائي، اليوم سوف أتحدث عن نفسي وأسرتي وأصدقائي. أنا ريان، أدرس في مدرسة جيمس فاوندرز. هوايتي المفضلة كرة القدم، أمارسها كل يوم لأنها مفيدة. سوف أخبركم الآن عن أسرتي. أبي يعمل طيارًا في المطار، وهوايته المفضلة كرة السلة لأنها شيقة، بينما تعمل أمي مديرة في شركة إعمار، وهوايتها المفضلة السباحة لأنها ممتعة، بينما صديقي عمر هوايته المفضلة ركوب الخيل، يمارسها كل مساء. في رأيي أن هوايات ومهن أفراد أسرتي ممتعة وشيقة ومفيدة.